سورة الفلق مكية. من مقاصد السورة الحث على الاعتصام بالله من الشرور. التفسير: قل أعوذ برب الفلق. قل أيها الرسول أعتصم برب الصبح وأستجير به. من شر ما خلق. من شر ما يؤذي من المخلوقات. ومن شر غاسق إذا وقب. وأعتصم بالله من الشرور التي تظهر في الليل من دواب ولصوص. ومن شر النفاثات في العقد. وأعتصم بالله من شر السواحر اللائي ينفثن في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. وأعتصم بالله من شر حاسد إذا عمل بما يدفعه إليه الحسد.